الاستاذ تامر امين والاعلام القدير، بس انا بحب اقول للمشجع الاهلاوي اهلا بيك بين جدران البيت الاهلاوي وداخل العائله الاهلاويه. اهلا بيك وبكل اعضاء الجمعيه العموميه للنادي القرن، نادي الحب والتاريخ والعراقه. والحقيقه انا يعني متحفظ بس شويه، انا ما يترحبش بيا لان انا في بيتي. النادي الاهلي ده جدرانه وارضه شهدت سنوات طفولتي وشبابي، وكنت في منتهى الفخر الانتمائي للنادي الاهلي وما زلت. وانا انتقلت بس من عضو عامل في الجمعيه العموميه للنادي الاهلي الى عضو عامل على الشاشات في حب النادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي وفانيله النادي الاهلي. استاذ تامر، الكثير من جماهير النادي الاهلي يعني اللي مش بتتابع برامج او توك شو بتركز مع حضرتك، بتركز مع كلامك، فيديوهات حضرتك بتؤثر تاثير كبير جدا في جماهير النادي الاهلي. الحمد لله، لانه جماهير النادي الاهلي وهي الاعظم في الوطن العربي كله عندها ترمومتر شديد الحساسيه، بتلتمس الصدق وبتلتمس الصراحه وبتلتمس الجراه وكلمه الحق، وشايفين وحاسين انه حب الاهلي طالع من القلب، عشان كده بيوصل لقلوبهم بسرعه. وانا جماهير الاهلي انا بعتبر هي زادي وزوادي على الشاشه. طبعا جماهير مصر كلها ليها الاحترام، بس جماهير الاهلي في الحته الشمال كده زي الثالثه الشمال. تامر، في معادله صعبه بيحققها النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، وقت الازمه، وقت ما الدنيا بتشتد والصعاب بتشتد، الجماهير بتتكاتف بتلتف، ده جزء من الوطن النادي الاهلي، والاهلي بيمثل مصر. مصر في وقت كتير جدا بتلاقي الشعب المصري بتظهر معدنه وبيلتف حوالين العالم المصري، وايضا جماهير النادي الاهلي بتلتف حوالين نسر النادي الاهلي. صحيح. بص، السر دايما يبقى وراء عظمه النادي الاهلي ان احنا مش بنشجعه علشان الاهلي بيكسب، اللي احنا بنشجعه لانه هو الكيان اللي احنا بننتمي ليه. فرق كبير. الاهلي احنا بنحبه وبنعشقه وبنذوب في عشقه في الانكسارات قبل الانتصارات. احنا بنحب الاهلي لانه كان المدرسة الكبيرة اللي اتعلمنا فيها القيم والمبادئ والاخلاق والتنشئة السياسية والاجتماعية، وتعلمنا كمان فيها حب مصر وحب الوطن. فبالتالي الاهلي وطن بيعيش فينا، مش احنا كمان اللي بنشجعه بس. اخيرا، كل سنه وحضرتك طيب، عايز من خلال كاميرا قناه النادي الاهلي حضرتك توجه تهنئه عيد الفطر المبارك لجماهير النادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه والشعب المصري وكل الامه الاسلاميه. كل سنه وكل اهلاوي، كل سنه وكل واحد دمه احمر وقلبه احمر وروحه حمراء كمان في تشجيع الفانيله الحمراء بخير وسعاده، ويا رب ينعاد علينا رمضان والعيد بكل خير وصحة، وما يجيش كل عيد فطر مبارك إلا ونادي الأهلي في المقدمة ويحلق نسر في السماء إن شاء الله.